السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. درسنا اليوم بدنا نحكي فيه عن الضمير مان. الضمير مان هو ضمير حيادي، بمعنى نحن لما بنستخدمه بالجملة ما عم نشير لشخص معين، وإنما عم نشير للناس بشكل عام، مثل ما نحن بالعربي بنقول الواحد، فكمان نحن باللغة السويدية عنا الضمير مان. ممكن هذا الضمير كمان يعادل الضمير هن، يلي هو لا يا اما هن او هن، او ممكن نحن اذا عم نحكي عن يعني الناس بشكل عام او عن الشخص بشكل عام فبنقول نحن هن، فهون نحن قصدنا لا هن ولا هن، وانما الناس بشكل عام. باعتبار هذا الضمير مثل ما حكينا هو ضمير محايد، فهو لما بينذكر بالجملة فهي الجملة بتكون قواعديا مبنية للمعلوم، ولكن معناها مبني للمجهول، لانه مثل ما حكيت نحن ما قاصدين شخص معين بهذا الضمير. المثال اللي عندي هون: من سكابوشتا تندرنا افتر اتمن هار ايتت جوديز. من سكابوشتا تندرنا، يعني على المرء ان ينظف اسنانه بالفرشاة بعد ان يكون قد تناول الحلويات. اذا هون مثل ما شفنا لما ترجمنا حطينا كلمة المرء، بالعام بنقول الواحد. هلأ هنتعرف مع بعض على الضمائر الخاصة بالضمير من بصيغة المفعول به، هي إن بالضمير الانعكاسي سي، لما بده يكون عنا ضمير ملكية بتصير إنس، ولما عنا ضمير الملكية الانعكاسي بنستخدم سين سيت سينا. طبعا نحن مشان نعرف نحدد يعني انه شو هو الضمير الصحيح لما بنستخدمه بالجملة، ممكن نحن نبدل ضمير مان بهن الى رهون، او حتى اي ضمير تاني، يوغ دو اي ضمير تاني، ونحن بنحط هذا الضمير بالجملة ونشوف الضمائر اللي حولناها له مشان نعرف شو الصيغة الصحيحة. مثل ما احنا شايفين هون هن الى رهون او هن، الضمير تبعه بالمفعول به هنم او هن. عندما يكون الفعل انعكاسي فبيكون الضمير سي. لما بيكون عنا ضمير ملكية possessive بيكون عنا هانس أو هنس. لما بيكون عنا ضمير ملكية انعكاسي سين سيت سينا، بالنسبة طبعا عم بحكي أنا هن إلى رهون، هو نفسه الضمير الملكي الانعكاسي هو بالنسبة لمن. تمام، مثل ما احنا شايفين هون انس بينتهي بإس، بينما هانس وهنس كمان بينتهي بإس، فإذا هون نحن ممكن يعني تسهل علينا إذا فكرنا بهالطريقة. خلينا نشوف الجمل يلي عنا هون. إذا كانت الجملة مثلا فاد يورمان أم من جلومر سين فيسكا بو بوسن. فاد يورمان، إنه شو ممكن الواحد يعمل لو نسي، طبعا هون عم نحكي كمان عن المان، حقيبته بالحافلة أو بالباص. طبعا هون نحن إذا واجهتنا صعوبة ممكن نحن بدل من نحط هان. فيور هان شو بده يعمل لو هان لو نسي هان جلومر سين فيسكا بو بوسن. طبعا هون حطينا سين فيسكا لأنه الفيسكا عائدة على الهان وعائدة هون على المان، إذا هو ضمير ملكية انعكاسي. الجملة الثانية اللي عنا هون نار بوليسن ستوبر ان مستمان فيسا سيت شوركورت. نار بوليسن ستوبر ان، عندما يوقف البوليس او عندما توقف الشرطة شخصا ما او احدهم، عليه ان يبرز بطاقته، بطاقة القيادة الخاصة به. اذا هون احنا لاحظنا استخدام الضمير ان بصيغة المفعول به. ليش ما قلنا مان؟ لأنه نحن لما بنبدلها بالضمير هن إلى هون، إذا هي تصير نار بوليسن ستوبر هنم، عندما توقفه الشرطة، لأنه هون هي صيغة المفعول به، الشرطة ستوقفه له، إذا هو هذا صار مفعول به، فلازم هون نستخدم إن ما نستخدم مان، لأنه هي هون صيغة فاعل بس تستخدم. إذا هون نار بوليسن ستوبر إن، هون إذا خلصت الجملة الفرعية بلشون بالجملة الأساسية مست مان فيسا سيت شور كورت. إذا لأنه هي هون جملة أساسية فهي أصلا من مستي، فإذا هون هذا المان بصيغة الفاعل اللي بيعادل هان، فمشان هيك نحن حطينا هون
من ما حطينا إن، لأنه هي هون صارت فاعل. ست شور كورت كمان هون مثل ما قلنا ضمير ملكية انعكاسي، لأنه شهادة قيادة السيارة خاصة بألمان أو خاصة بألهان، هو نفس الضمير الملكية الانعكاسي بالنسبة للضميرين مان إلى هان. هلأ نحن ممكن نحن نسأل سؤال، كيف نفرق نحن أو شو هو الفرق بين ضمير الملكية إنس وضمير الملكية الانعكاسي سين وست وسينا؟ تماما مثل ما حكينا على هانس وهنس من قبل، إنس بيعادل هانس وهنس اللي هو فقط ضمير ملكية. غالبا يعني بيورد الضمير إنس وهانس وهنس بمكان الفاعل، لما نحن بدنا نحكي مثلا نقول والدته أو مثلا كتابه أو الغرض الخاص فيه، فنحن ساعتها بنستخدم إنس إذا كنا عم نحكي عنه بشكل فاعل، بشكل إنه صيغة الفاعل. بينما إذا كان هذا الغرض هو كان راجع للمرء، خاص بالمرء، بمكان المفعول به، بدنا نستخدم واحد من هي الضمائر. ولكن في حال استخدمنا هانس أو هنس بمكان المفعول به بدل الملكية الانعكاسي، فهذا يعني إنه هذا الغرض لا ليس عائد على الشخص هان إلر هون إلر مان، وإنما هو خاص بشخص آخر. خلينا نوضح الشيء بالأمثلة. إذا قلنا هون إنس فور إلدرر إلسكر إن، إذا مباشرة مثل ما حكينا ممكن نقلب الضمير إنس لهانس أو إن، عم نحكي هون لإن، فإذا نحن بدنا نقلبه لا هان إلر هون، إذا إنس الصيغة المقابلة إلها هي هانس أو هنس، إذا والدا المرء إلسكر هنهم يحبانه، إذا هون الإن صارت كمان بالمفعول به وهنهم كمان بالمفعول به. إذا مثل ما قلنا شايفين هانس وإنس، هون إنس فور إلدرار هي صيغة الملكية، ولكن فور إلدرار هون في محل الفاعل، إذا حطينا إنس ما بصير نحط سين أو سينا. نفس الشيء بالنسبة لهانس، لأنه هو هون نحن هي مكان الفاعل، هو النوم مثل ما حكينا مفعول به. المثال الثاني هون إنس فور إلدرار، كمان مثل ما قلنا إنس تعادل هانس إلى هنس، هي هون فور إلدرار محل فاعل، إذا صيغة الملكية تبعها أو ضمير الملكية تبعها بده يكون إنس وليس سينا. إذا إنس فور إلدرار يور سيت بيستا، يفعلون ما بوسعهما، يفعلان ما بوسعهما، إذا هي السيت هون ملكية انعكاسية لأنه البيستا خاصة بالفور إلدرار. إذا حطينا هون يور هانس أو ديرس بيستا، تمام، فإذا البيستا هي ما لها خاصة فيهم وإنما خاصة بشخص آخر غير عائد على الفاعل. هذا الفرق بين الإنس والهنس والسن والسيت والسينا. إذا إنس فور إلدرار يور سيت بيستا فور سينا بارن، كمان البارن خاصة بالفور إلدرر، مشان هيك حطينا سينا. لو قلنا فور ديرس بارن أو فور هانس بارن أو فور إنس بارن، فإذا هون الإنس يلي هون عند البارن ما لها علاقة بالإنس بالفور إلدرر. إذا لو حطينا هون إنس بارن، إذا هدول البارن ما لهم خاصين بالفور إلدرر، صاروا خاصين بشخص تاني. بينما إذا قلنا سينا معناتها هدول البارن خاصين بالفور إلدرر يلي هون. مثل ما حكينا إذا بدلنا هاي الإنس هون بالهنس، فنحن بنحصل على هاي الضمائر، هون ضمير ملكية انعكاسي بالحالتين، لأنه البيستا والبارن خاصين بالفور إلدر اللي هنن الفاعل، وهون مثل ما شفنا الإنس والهنس بمكان الفاعل، ولما كان ملكية انعكاسي حطينا ضمائر ملكية انعكاسية. هذا كان درس اليوم، بتمنى يكون واضح ويكون الشرح بسيط يعني قدر الإمكان. شكرا لاستماعكم، وإن شاء الله نلتقي بدرس جديد. السلام عليكم.